نبيلة ياشي، صباح النور مرة أخرى. صباح الخير سميرة. هو يعني واحد الحاجة اللي كان دائما حاضر في المائدة المغربية ما كناش نشوفوها بزاف. نعم. الفجل، احنا بعدا في العائلة ديالنا كنا تنحكوه مع شوية ديال الحامض، كان تيجي غزال. هذا الفجل الطويل البلدي، علاش ما بقاش عندنا في المائدة المغربية؟ ما عرفتش، لأن المشكل دابا ربما حتى الدراري إلا سولتيهم، هاد الشباب اللي طالع ربما كاين اللي عمره ما كلا الفجل، ربما كما قالت غيزان كاين اللي ما غيعرفوش. وفعلا هذا مشكل، لان ملي تنشوفوا الفجل اصلا الظهور ديال الفجل هو كاين فصل الربيع، وحنا دائما تنربطوا بوجود الاغذيه مع فصل مع بالفصول. ففصل الربيع تنعرفوا هو الفصل ديال الحساسيات وديال المشاكل الحساسيه واللي عندها علاقه بالرئه. والفجل يعني كيف ما تنعرفوا عنده واحد المذاق مميز، عنده واحد الحار، هذا راجع المكونات الكبريتيه اللي كاينه فيه. لو سوفخ، والمثل الفرنسي تيقول لك لو سوفخ بو نو با سوفخيخ. فملي تنهضروا على الفجل ربما لان كاين مقتنع سي نبيل ياشي بالموضوع ديال اليوم، جاي لابس اللون ديال الفجل. فملي تنهضروا على الفجل، هو ماشي مكون غذائي اللي غيعطيني طاقه اللي غنهول عليه باش يعطيني طاقه ولا شي حاجه، ولكن غيعطيني مكونات غذائيه اللي ربما في ديك الحبه الصغيره اللي كاينه في الفجل ربما صعيب باش نجيبها من بلايص اخرين. وانا غنعطي غير مثال قبل ما نرجع الكبريت، هو دائما تنهضروا على الحديد، وتنقولوا بان الحديد خصو ماده اخرى باش تزيد الامتصاص ديالو باش التثبيت ديالو. فتنهضروا دائما على الفيتامين سي، وتنهضروا على النحاس. والفجل من الاغذيه القليله اللي كاينه في الطبيعه اللي فيها الحديد وفيها الفيتامين سي اللي غترفع الامتصاص ديال الحديد وفيها كذلك النحاس. فاحنا دائما تنقولوا بان ملي تنهضروا على الحديد خاصنا نجيبوا الاغذيه اللي فيهم النحاس. فالفجل فيها ثلاثه المكونات اللي هي بثلاثه. الان هذه المواد الكبريتيه دراسات بينات ان عندها علاقه اولا بالمشاكل ديال الرئه، بمشاكل الحساسيه، تنهضر بطبيعه الحال على الوقايه ما تنهضرش على العلاج، وبالتالي فالاستهلاك ديال الفجل فصل الربيع نقطه اللي هي مهمه بالنسبه للجسم ديالنا. كاينه النقطه الثانيه هو الاستعداد لفصل الصيف، لان تنعرفوا فصل الصيف كاين هناك ارتفاع درجه الحراره، كاين الجلد ديالك غيزلان تياخذ العصا بزاف، فاستعدادا كما تتقولي لا سميره كولي بان عليك. فهذيك المكونات البيتا كاروتين اللي كاينه في الفجل اللي هي مهمه بالنسبه للبشره، وكاين هناك علاقه الان، كاين هناك دراسات اللي تدار ما بين هذه المواد الكبريتيه اللي كاينه في الفجل، لان الفجل فيه مواد كبريتيه اكثر من اللي كاينه في اللفت، وما بين الظهور ديال الحب اللي تنسميوه حنا حب الشباب يعني، لكن اللي تقدر تكون في الوجه صافي يكون على يقين كل شيء اللي غادي يكون في الفجل. هذه احسن ما قلت هو الصابون بالفجل. الصابون بالفجل زوينه هذه. هي كاينه واحد الايميل تيدور ولا واحد التصويره تدور، ودايرين القرقعه ودايرين حدا الدماغ ودايرين، فنساو ما داروش الفجل وخصهم يديروا حداه حنيكات، يعني عنده علاقه بالجلد، عنده علاقه بهذيك المشاكل ديال الوجه. فالدراسات تبين ان الاستهلاك، انا ما تنقولش انه غادي يداوي، ولكن الاستهلاك ديال هذيك المواد الكبريتيه اللي كاينه في الفجل غادي تساعدنا باش نقيو الجسم ديالنا من هذه المكونات هذه. فملي تنهضروا كذلك على الفجل، انا قلت بان السعرات الحراريه اللي هي قليله جدا، فيه نسبه كبيره من البوتاسيوم اللي تتفوت 200 ملغرام، وبالتالي هو داخل في الخانه ديال الاغذيه اللي تيمكن لها انها تتنقل الجسم ديالنا، يعني اولا يعني اعزكم الله تزيد من نسبه التبول ديالنا. وهذه نقطه اللي هي مهمه ونقطه اللي هي رئيسيه، لان تنعرفوا عن طريق هذا التبول باش يمكننا اننا تنخرجوا سموم خارج الجسم ديالنا. فتناول ديال الفجل ما خاصوش يتم بشكل شهري اولا بشكل موسمي، ولكن نقدر نقول ان في هذه الفتره هذه لانه تيبان وبعد تيمشي، ما تيبقاش مده طويله، لان خرج واحد الفجل خرج اسود زوينه. الفجل الاسود لا ماشي اسود، هذاك اللي مقاد مصوب مدور تيكون في لي باركات. زوينه هذه الكلمه ديال خرج، سي فغي، لانها مهمه بزاف. ما كانش سي فغي، سي فغي، انا متفق معك، عجبتني، حيت ولاو تيبانوا شي امور اللي حنا جديده علينا، فواش ناخذوها واش ما ناخذوهاش. انا لان المغاربه ماشي عاد، انت قلتي ماشي عاد غنجيو نوريهم اشنا هو الفجل اولا كيفاش يتكلف الفجل. والغريب في الامر حتى ان الثمن ديالو يعني ربيطه ب 10 دراهم ولا 7 دراهم ولا 6 دراهم، الا كنتي مصاحب مع مولا الربيع تيقدر يعطيك ربيطه في الخرفابور. فهي هو الفجل، علاش؟ ان لان ملي تيبقى مده طويله سواء في التراب او ملي تنجبدو تيبقى مده طويله، يا اما تيلوى، وحتى في الماكله ديالو ما تيبقاش يعني ما تيبقاش مزيان، ما تيبقاش كروكون، ما تيبقاش كروكون اكزاكتومون. لهذا فالاستهلاك ديالو خصو يتم في هذه الفتره هذه. والاستهلاك ديالو كما تنقولوا انه هو اصلا ما غيمكنش يصبر، سوا يدار في كونجيلاتور ولا في حاجه اخرى ما غيمكنش يصبر، غير هو الاستهلاك ديالو في هذه الفتره ديال الفتره الربيعيه مهم، لان كاين حتى علاقه. الان غنرجع للسوجا، الناس تيهضروا على السوجا وعلاقتها بالهرمونات، وهضرنا على هذه الامور هذه بشكل كبير. فالفجل الان هناك علاقه ما بين الفجل والهرمونات، كما غندخلش انا في لي زونتوسيال اللي كاينين فيه الى اخره، بطبيعه الحال لانه عامر بالالياف الغذائيه، تقريبا 2 غرام ديال الالياف الغذائيه في كل 100 غرام. ف
تناول ديال الفجل ما غنعاود نقولها المره الثالثه، ماشي من اجل الطاقه، ماشي من اجل السعرات الحراريه، ولكن من اجل مكونات غذائيه اللي هي اهم بعض الاحيان من الطاقه، لان الفيتامين بي 9 مثلا اللي كنت غادي ننسى اللي هي كاينه كذلك في الفجل، مكونات غذائيه اللي هي مهمه بزاف في هذه الفتره هذه ما بين الربيع، حيث الاستهلاك الاستعداد عفوا للفصل، لان كاين اللي تيسحب له حتى يجي فصل الصيف وعاد غناخذ الاخ ديالي من مال فصل الصيف، هذا خطا. الاستعداد راه تيتم 3 شهور قبل، الان علميا تبتات، هنا ما غندخلوش امور اخرى، ان كل فصل فيه تقريبا هذه المده ديالو، فالاستعداد للفصل الجسميا داخليا تيخصو يتم بهذه المده هذه، فالتناول الان استعدادا لفصل الصيف، داكشي علاش تلقاو ان فصل الربيع تتبان الاغذيه للون ديالها شويه احمر، غنروح للفريز مثلا غنروح، فالتناول ديال الفجل استعدادا لفصل الصيف باش ما يكونش عندي مشاكل جلد ديال فصل الصيف، تيخصو يبدا من هذه الفتره هذه ومن هذا الوقت هذا اللي خصني انا نبدا ناكل فيه الفجل. والناس اللي تيعانيو من فقر الدم، حنا شفنا بان الفجل فيه الحديد، فيه النحاس، فيه فيتامين سي، باش انه تساعدنا، يعني البنيتات اللي تعانيو مشكل ديال اضطرابات هرمونيه بالنسبه للعاده الشهريه وتفقدوا نسبه كبيره من الدم، خاصهم يتناولوا الفجل في الفتره هذه باش يعوضوا ديك المكونات اللي غيمكنهم يخرجوا. الا بغاو ياكلوه خاصهم ياكلوه، ما كاينش الا بغاو، خاصهم ياكلوه. خاصو يكون حار بزاف، لا سميره شوف خاصو يتكال ياك، خاصو يتحط فوق الطبله وخاصو يتكال، واضح سيرو كاع هادشي اللي كاين اسيدي كل الفجل صافي. شكرا لك سي عياشي، نمشي لحظه نصوب الكوكلي بالبوب لو موسى.